الرفيق القائد العام الأعلى، سأبدأ في تقريره من العملية العسكرية الخاصة. اليوم يواجه العسكريون الروس القوات المسلحة الموحدة الغربية، فإن الولايات المتحدة وحلفائها تضخ الأسلحة وتدرب المسلحين الأوكرانيين ويوجهون إلى هناك المدربين والخبراء ويشنون حربا إعلامية ضدنا ويستخدمون أساليب شتى بما في ذلك الأعمال الإرهابية وقصف المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الثقيلة. فالدول الغربية لا تلاحظ كل هذه الجرائم مثل خطوات وعناصر الابتزاز النووي بما في ذلك الهجوم والقصف على محطة زاباروجيا النووية وبما في ذلك التهديدات باستخدام ما يسمى بالقنبلة النووية القذرة. كل هذه الإجراءات تتخذ من قبل الولايات المتحدة لتعزيز سيطرتها وهيمنتها، وما يثير القلق الكبير هو زيادة التواجد العسكري الأطلسي بالقرب من حدود الاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروس، وأيضا سعي الغرب إلى إطالة أمد الأعمال القتالية في أوكرانيا لإضعاف روسيا. فإن الأهداف الحقيقية لاتفاقيات مينسك باتت واضحة بعد تصريحات الرئيس الأوكراني السابق باروشينكا والمستشارة أنجيلا ميركل، وبعد عام 2014 وصلت إلى زمام السلطة قوة معادية لروسيا، وهي قامت بالفصل بين الشعب بين الشعبين الشقيقين، ما أدى إلى الأعمال القتالية في دونباس. إلا أن روسيا دائما كانت تقف إلى وتدعو إلى إجراء مفاوضات حول التسوية السلمية، وفي الظروف الحالية تقوم القوات المسلحة الروسية بمواصلة الأعمال القتالية وتقصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وقدراتها القتالية، وتتخذ تدابير شتى للحيلولة دون سقوط الخسائر بين المدنيين الأوكرانيين. وفي نتيجة الأعمال القتالية قد تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بين الأرواح والمعدات العسكرية، ولزيادة القدرات القتالية زادت القوات الأطلسية تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، حيث أنفقوا 97 مليار دولار، وهذا بمرتين أكثر من المعدات والأسلحة التي تركت في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة من هناك. необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США. وغيرهم من الخبراء، وهناك حوالي 200 قمر اصطناعي تستخدم لمراقبة الأعمال القتالية، وأيضا هناك أخصائيون عسكريون يستخدمون لمواصلة مكافحة روسيا في المجال الإعلامي. ونفهم تماما، ومن أجل ذلك يعمل المئات من القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا هناك صمت كامل من قبل وسائل الإعلام الغربية حول الجرائم التي ترتكبها القوات الأوكرانية. وفي نفس الوقت يتم تمجيد المجرمين من النظام في كييف والنازيين الجدد، ويصفون أعمالهم بأنها إجراءات الدفاع النفسي. ويوميا نحصل على المعلومات حول إعدام الجنود الأوكرانيين الذين لا يمتثلون لتنفيذ أوامر القادة المسلحين الأوكرانيين للمشاركة في الأعمال القتالية.
في سير العملية العسكرية الخاصة قمنا بزيادة عدد قواتنا في منطقة الأعمال القتالية وأجرينا عملية التعبئة الجزئية وأصبحت امتحانا جادا وهاما بالنسبة لمنظومة التعبئة والتدريب للقوات المسلحة الروسية. وبعد بدء عملية التعبئة الجزئية كنا نواجه المشاكل المتعلقة باستدعاء العسكريين من الاحتياط، وكل هذه الصعوبات والمشاكل كنا نقوم بمعالجتها خلال تنفيذ عملية التعبئة الجزئية، وكنا نتخذ إجراءات عاجلة لاستكمال عملية الإمداد والتموين، وفي نهاية المطاف تم تنفيذ كافة الإجراءات للتعبئة الجزئية، حيث تم استدعاء 300 ألف عسكري من الاحتياط، ولعب دورا كبيرا في ذلك العمل المتكامل والمنسق لجميع الهيئات الحكومية والسلطة المركزية والإقليمية. وبشكل خاص أريد أن أشيد بالموقف الوطني لمواطني روسيا، وهناك أكثر من 20 ألف متطوع ذهبوا إلى مراكز التعبئة للالتحاق بالخدمة في صفوف القوات المسلحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رئيس الدولة، فإن العسكريين الذين تم استدعائهم من الاحتياط يحصلون على نفس المرتبات التي يحصل عليها العسكريون المتعاقدون. العبء الكبير يتحملها الهيئات التي تشتغل وتعتني بعمل التوجيه المعنوي وتدريب الأفراد ورفع جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال القتالية. في نهاية المطاف قد تمكنا من رفع القدرات القتالية لقواتنا وتنشيط الأعمال القتالية، وقد تم تحرير 5 أضعاف من الأراضي التي كانت تحت سيطرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قبل 28 فبراير. تم تحرير مدينة ماريوبول التي حولها نظام كييف إلى حصن قوي ومعزز.